في إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، عقدت وزارة البيئة مؤتمرا صحفيا بشأن توقيع عقد لإدارة منظومة المخلفات بمدينة شرم الشيخ بين محافظة جنوب سيناء وشركتي بيئة الإماراتية وجرين بلانت. أربع مكونات بيشتغل بيها أي دولة عشان تحول مدينة لمدينة صديقة للبيئة. أول حاجة التخطيط والجزء الخاص بالسياسات. المحور الثاني محور الطاقة الجديدة والمتجددة. نمرة ثلاثة المنظومة الخاصة بالألواح الشمسية في الفنادق وحصول الفنادق على العلبات الخضراء وكيفية إعادة استخدام المياه، كيفية الفصل من المنبع. نمرة أربعة منظومة النقل الكهربائي والنقل صديق للبيئة. بنتطلع التعاون مع مثل هذا التحالف، وعندنا أمل كبير جدا إن زي ما مدينة شرم الشيخ جميلة ونظيفة أجمل وأنظف، لأن إحنا عايزين عالمية. سعداء بمشاركتنا اليوم في هذه الاحتفالية وتوقيع الاتفاقية. العهد خد مننا شهور بحيث إن إحنا نقدر ننقل مدينة شرم الشيخ نقلة حضرية تانية، بحيث إن إحنا نعمل منظومة للمخلفات، ننهي على المخلفات الموجودة هنا خالص. ومن خلال تنفيذ المنظومة الخضراء بشرم الشيخ تصبح بذلك أول مدينة خضراء ضمن المشروعات التي يجرى تنفيذها طبقا لأحدث الاشتراطات العالمية بمشروع إدارة المخلفات الصلبة، على أن تتوالى الجهود بعد ذلك في جميع مدن مصر. هبة الحديدي، الحياة اليوم.